النهارده معانا نموذج مشرف لمصر كلها، ومصر كلها هتفتخر بيه الايام اللي جايه. النموذج ده لامراه مصريه، مهندسه مصريه، هي اسمها هدى المراغي. هدى المراغي من كام يوم تم تكريمها بارفع وسام مدني في كندا تقديرا لاسهامها في مجال تصنيع السيارات والهندسه الميكانيكيه. الوسام ده بيطلق عليه وسام كندا. حكايات كتير هنعرفها عن امراه مصريه اشتغلت واقتحمت مجال تصنيع السيارات وحصلت على وسام كندا، الدكتوره هدى المراغي اللي منورنا دلوقتي عبر تطبيق زوم من الاراضي الكنديه. صباح الخير يا دكتوره، والف مليون مبروك. صباح الخير، اهلا بحضرتك والف مبروك على حضرتك. شكرا. عايزين نعرف ايه هو وسام كندا، وحضرتك اشتغلتي في مجال تصنيع السيارات زي ما احنا قرينا، ازاي ده كان خطوه للحصول على هذا الوسام في كندا؟ هو خليني ابتدي اقول ان انا كان التعيين بتاعي الحقيقه في نوفمبر سنه 20، ده اول ما اخذت الوسام ده. انما انت عارف بقى بعدها بشهرين حصل كوفيد والدنيا كلها اتقفلت ومفيش اي احتفالات ولا اجتماعات كانت بتحصل، فده الاحتفال الرسمي السيرموني الرسمي اللي بيتقدم فيه الوسام ده. الوسام ده أسسته الملكة كوين إليزابيث من سنة 76، بيعطى للمواطنين اللي خدموا كندا بتميز في مجالات مختلفة، يعني في الهندسة، في الطب، في الفنون، الرياضة، يعني جميع المجالات، بس المهم يكون في تميز واضح جدا وخدمة كبيرة للبلد. فالحقيقة بالنسبة لي أنا كان اعتراف بكذا حاجة، واحدة منهم مثلا أن أنا كنت رائدة في مجال الهندسة الميكانيكية والصناعية. أنا كنت أول واحدة تاخد دكتوراه في الهندسة الميكانيكية في كندا، وأصبحت برضو أول سيدة تصبح عميدة لكلية هندسة في كندا. فده بيعتبر طبعا، ده بجانب الإنجازات الأخرى يعني، فده بيعتبر مثال يعني مشجع للشباب سواء فتيات أو شبان، أيوه، علشان يعني يتطلعوا لحاجة زي كده، إن ممكن يعملوا إيه هم في المستقبل. أيوه فده حاجة. الحاجة التانية كان علشان أبحاثي في مجال التصنيع، وبالأخص في مجال تصميم خطوط الإنتاج والمصانع، بحيث إنها تبقى الإنتاج مرن ويبقى يقدر يتكيف على التغيرات، سواء تغيرات في المنتج أو تغيرات في السوق. وحاليا من مثلا 5 سنين ابتدينا كمان نزود إنه يبقى إنتاج ذكي، ندخل عليه صفات الذكاء. أيوه. فده من الأبحاث الكتيرة اللي أنا عملتها في المجال ده. ده مطبق مش بس في كندا في الصناعة، بس كمان في العالم كله. أيوه. وأبحاثي برضو مؤثرة بحيث إنها بتأثر على أبحاث الآخرين. يعني أنا مثلا في التوب 1% على حسب التصنيف العالمي بالنسبة للأبحاث بتاعتي والناس بتتبعها. تأثير أبحاث حضرتك وصل لغاية فين، وإزاي أثر على التصنيع أو الصناعة في كندا؟ ما هقول حضرتك نضرب 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 بعض الأمثلة يعني. في كندا في حاجة كويسة جدا، إن في علاقة قوية ما بين الأبحاث في الجامعة والأساتذة المتخصصين وما بين الصناعة. فتطبيق الأبحاث في الصناعة عندنا مهم جدا ومطلوب، مش بس في الصناعات الكبرى، في الصناعات المتوسطة والصغيرة اللي هي ما عندهاش إمكانية أبحاث هي نفسها. فبالنسبة لشغلي أنا في صناعة السيارات، ده كان واضح جدا، لأن إحنا في كندا في بلد اسمها وينزور، وينزور دي هي عاصمة صناعة السيارات في كندا. فحوالينا في المدينة مصانع كثيرة جدا، الماركات العالمية اللي أنت عارفها موجودة في وينزور. دلوقتي هم بيصنعوا العربيات الكهربائية وبيصنعوا البطاريات كمان، ابتدى يعملوا كده من تقريبا سنة أو سنة ونص. فمحتاجين يصمموا مصانع جديدة، ومحتاجين العلم والخبرات دي في تصميم مصانعهم وتطبيق النظريات دي.
انا عايزه ادي لك مثال. ايوه لما كان وقت كوفيد وحصل شح كتير في منتجات كتيره، وحصل مشاكل في سلاسل الامداد وغيره، بعض المصانع اضطرت تقفل خالص لان مش عارفه تتكيف مع التغير ده. بعض مصانع تانية اللي كانت طبقت نظام التصنيع المرن والذكي قدرت انها تتحول وتتكيف بسرعه ومن غير تكاليف كتيرة، علشان يا إما تعمل منتج آخر مختلف شوية عن اللي كانت بتعمله، أو إنها تزود الإنتاج جدا عن ما كان قبل كده أو تنقصه. فهو التكيف ده سواء تغيير في المنتج أو تغيير في المطالب بتاعة السوق، هو ده اللي بيخلي صناعة ناجحة وبيبقوا يتنافسوا عالميا. فالحقيقة احنا انا شغلي كله ساعدنا صناعات كتيرة، مش بس صناعة السيارات، بس صناعة السيارات بالأخص. وبرضو على مدى السنين كنت بعمل استشارات للحكومة، ايوه بالذات كنت في مجلس استشاري لوزارة الدفاع على برضو أوجه الإنتاج والذكاء الصناعي وتطبيقاته في مشاريعهم في ايوه الديفنس، في الدفاع. ايوه ايوه طيب دكتوره، يعني بالتاكيد تجربه انك تشتغلي في مكان اكاديمي وتنقلي هذا الامر لمجال التصنيع تجربه ملهمه جدا. بصفتك مواطنه مصريه في الاساس، لو عايزه تطبقي لهذا الامر في مصر، لو عايزين ندي روشته مثلا لوزاره التجاره والصناعه، كيف يعني يكون هناك جسر ممتد ما بين الابحاث الاكاديميه وما بين تطبيقها على ارض الواقع في مجال الصناعه؟ ده حصل ازاي في كندا وممكن يحصل ازاي في مصر؟ هو في كندا في برامج كتيرة بتساعد الصناعة، لأن لما يصرفوا على الأبحاث والتطوير والتطبيق النظم الجديدة دي يجي لهم مردود في الضرائب، التاكسز اللي بيدفعوها آخر السنة، ويدفعوا أقل، يقدروا يخصموا المصاريف دي من الضرائب بتاعتهم. فدي بتبقى مشجعة جدا للصناعات، خاصة الصغيرة والمتوسطة. بس أنا عايزة أقول لك، إحنا عمرنا ما انقطعنا عن مصر وما بننساش مصر. هقول لك على مشروع احنا عملناه قريب من تقريبا 3 سنين، كأحد نتائج مؤتمرات مصر تستطيع اللي بتنظمها وزارة الهجرة. اتصلوا بينا في وزارة الإنتاج الحربي، والحقيقة بروفيسور وجيه المراغي اللي هو زوجي وأنا عملنا مشروع معاهم علشان تطبيق الثورة الصناعية الرابعة في أحد مصانعهم اللي هو مصنع 300. والحقيقة عملوا شغل ممتاز. وفي آخر زيارة لينا في الصيف اللي فات رحنا برضو زرنا بقى على أرض الواقع وشفنا التطبيق، وممتاز جدا جدا وزيهم زي اللي بره. فأنا عايزة أقول إن الصناعة في مصر ممكن، وعندها الاستعداد، عندها قابلية إن صحيح. هي يعني تطبق الأساليب الجديدة. أي وبعدين ممكن جدا طلبة المشاريع في الجامعة يبقى مشروعهم تطبيق حاجة زي كده مع الصناعة، فيشتغلوا مع الصناعة وهم لسه طلبة، بعد كده لما يتخرجوا ممكن يعينوهم، ممكن يشتغلوا في حتة تانية. يعني أنا كمان عضو في مجلس الأمناء بتاع جامعة مصر المعلوماتية، أيوه والحقيقة الجامعة دي يعني ممتازة جدا لأنها بتركز خالص صحيح على المعلومات والاي تي والهندسة وكل الحاجات اللي مصر النهاردة في ثورتها الصناعية محتاجاها. صحيح فالطلبة دول بيركزوا في دراساتهم على هذه المجالات، ويطلعوا بعد كده يطبقوها في الصناعة. وبعدين نفس الجامعة دي موجودة في القرية، في العاصمة الجديدة، في قرية أو مدينة المعرفة، حواليهم شركات كثيرة جدا صحيح تابعة لوزارة الاتصالات، صحيح فده بيخليهم يقدروا يطبقوا بإيديهم أثناء ما هم شغالين كطلبة. بس ده ممكن يحصل في أي صحيح جامعة تانية، وبيحصل في كليات صحيح الهندسة في جامعات أخرى. صحيح وإحنا بس عايزين ده يكون على سكيل أكبر، على نطاق أوسع، علشان تستفيد منه صناعة في مصر. أكيد بالتأكيد الصناعة في مصر هتستفيد. بنشكر لحضرتك يعني مشاركتنا لتجربتك في كندا وإسهاماتك اللي وصلتك لوسام كندا، أرفع وسام علمي يتم منحه في كندا. بنشكرك وبنبارك لحضرتك مرة تانية الدكتورة هدى المراغي الحاصلة على وسام كندا المصرية التي تعمل في مجال
التصنيع والهندسة الميكانيكية والعميد السابق لكلية الهندسة بجامعة ويندسور في كندا.